يقول الله تعالى في سورة التحريم: وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. يقول: في أي شيء كانت خيانتهما؟ أولا، هذه الآية الكريمة مثل ضربه الله لمخالطة الكافر للمسلم، وأن الكافر لا ينفعه مخالطة المسلم ما دام أنه لم يدخل في الإسلام، فإنه في يوم القيامة يكون في النار، ولا تنفعه معاشرته للمسلم ومخالطته للمسلم وإن توثقت الصداقة والعلاقة، لأنه ليس بمسلم. أما الخيانة التي حصلت من امرأة نوح وامرأة لوط فهي خيانة الملة، لأن امرأة نوح وامرأة لوط كانتا كافرتين فخانتاهما في الدين حيث لم تدخلا في دين زوجيهما، هذا يعتبر خيانة وليس خيانة عرض، لأن فرش الأنبياء معصومة عليهم الصلاة والسلام، لا يمكن أن يتزوج نبي بامرأة خائنة في عرضها، لأنهم معصومون عليهم الصلاة والسلام من ذلك وفرشهم معصومة. المراد هنا بالخيانة خيانة الدين. وقيل إن خيانتهما أن امرأة نوح كانت تخبر الكفار بأسرار نوح عليه الصلاة والسلام، نعم، وتصفه بأنه مجنون. وخيانة امرأة لوط أنها كانت تدل قومها على أضياف لوط ليفعلوا بهم الفاحشة، فهما خائنتان للأمانة التي بينهما وبين زوجيهما من ناحية حفظ السر وعدم الدلالة على ما عندهما من الأسرار ومن الأضياف وغير ذلك. فهذا هو نوع الخيانة الواقعة. والحاصل أن هذه الخيانة ليست خيانة في العرض، هي إما خيانة في الدين وإما خيانة في عدم حفظ الأسرار. نعم. والخيانة الثانية التي هي الخيانة في عدم حفظ الأسرار مردها إلى خيانتهما في الدين. في الدين، نعم. السبب في هذا أنهما ليست على دينهما. نعم.